السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم فيديو جديد كنتمنى انه يعجبكم. بالنسبة اليوم غادي نقدم لكم ميني تشيز كيك اللي كيجي اكثر من رائع، باوريو اللي كيعجب الصغار وكبار وما كيحتاجش مقادير كثيرة وكيوجد بسرعة. نقدروا نستعملوه يعني في العراضات ديالنا ولا في الحفلات. كيجي صغير وكيجي بنين كما كتشوفوا معايا، فعلا كيستحق تجربة. كنتمنى أن يعجبكم الفيديو ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. وهنا بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو باكية ديال أوريو كما كتشوفوا معايا، وخمسين غرام ديال الزبدة ذوبتها. غناخدو هذاك البسكوي ديال الأوريو غادي نطحنوه كما كتشوفوا معايا هنا. من بعد ما طحنتو، بالنسبة للكمية راه كتبقى يعني اختيارية، واش بغيتو ديرو كمية كبيرة ولا كمية صغيرة. وهنا من بعد ما طحنتو كنزيد معاه في نفس بلا ما نحيدوه من الماكينة، هكا أحسن. كنزيد عليه الزبدة، بالنسبة للزبدة كنبقى نزيد شوية بشوية وكنشوف كما كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على هاد بحال هكا كما غتشوفوا معايا في الصورة، كنحصلوا عليه بهذه الطريقة هذه. وكناخدو المول ديال المادلين ودرت فيهم كويغطات نيت ديال المادلين. بعدا الا ما كانش عندنا هذا المول هذا يعني نقدروا نستعملوا غير الكويغطات فقط كما كتشوفوا معايا. تنوسعوا هذاك، تنفرقوا هذاك ديال البسكوي اللي عندنا معلقه معلقه، ومن بعد كنشوفوا الا شاطلين راه كنزيدوا. وهنا كناخذوا واحد الكاس وكنضغطوا على داك البسكوي حتى كننقادو ديك القاعده ديال البسكوي مزيان وكتشد معانا. هنا غادي ناخدو المول ديالنا كما كتشوفوا غنديرو في الثلاجة ونخليوه يبرد. وهنا غادي ناخدو 200 غرام ديال الجبن كما كتشوفوا معايا. اي نوع ديال الجبن يكون عندكم في الدار تقدروا تستعملوه. ودرت عليها 100 غرام ديال السكر، بالنسبه للسكر راه كيبقى يعني على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا وتقدروا تنقصوا على حسب الذوق. انا درت 100 غرام هنا ديال السكر لان الكريمه اللي غادي ندير ما فيهاش سكر. غادي نطربوا هذاك الجبن مع السكر مزيان حتى كيندمج لينا. وهنا كما كتشوفوا معايا غادي نضيف جوج معالق ديال الشوكولاته ديال الدهن ديال نوتيلا ولا ديال اي نوع عندكم في الدار ديال الدهن، تقدروا تستعملوه جوج معالق ولا ثلاثه. انا استعملت هنا جوج معالق لان ما بغيتش تجيني فيها الشوكولاته بزاف. وغادي نخلطوا مع داك الجبن والسكر. وهنا كما كتشوفوا معايا وجدت الكريمه، طلعتها عندي 500 غرام ديال الكريمه كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليها هذاك الخليط اللي درنا ما بين الجبن والشوكولاته ديال الدهن وغادي نخلطوه. وهو تشيز كيك ديالنا واجد كما كتشوفوا معايا، كيجي فعلا كيستحق ان نجربوه، كيجي زوين وكيجي بنين بزاف، احسن من اننا نديرو يعني ملي يكونوا عندنا هكا الناس ولا في عيد الميلاد ولا في حفلات، يعني زوين هكا احسن. وكما كتشوفوا معايا كنجبدوا هذاك اللاطا من الثلاجه
كتكون شدات لينا هذيك الطبقه ديال البسكوي مزيان، وهذيك الزبده كتبرد وكتشد مزيان. وكنبقاو مستمرين هكا حتى كنعمروا اللاطه ديالنا كامله، وكنملسوا ليها الوجه ديالها بمعلقه وكندخلوها للثلاجه. انا دخلتها للمجمد كما ديما دائما زربانه، دخلتها للمجمد جمدات. انا حنا في الدار كتعجبنا انها تجي بحال مجمده واحد شويه، كتعجبو بالبنات هكا تنديرها ليهم هكاك. وكان هاد المرحله ديال التزيين كتبقى اختياريه، يعني كل واحد يزين داكشي اللي عنده في الدار، ولا تقدموها هكاك، ولا كل واحد يزيد داكشي اللي عنده في الدار. هنا ذوبت الشوكولات عادي وزدت معها شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الكريمه، وكنديرها على الوجه ديال تشيز كيك ديالنا كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لواحد الحاجه باش ما تطيحوش فيها تانتوما، الشوكولات كيبرد دغيا، كيجمد دغيا على سميتو، لانه تشيز كيك لانه بارد خاصكم ديروا هاد المرحله، يعني ديروها بالزربه كيجي بهاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. مع الكاميرا ما عندنا لا مزببه انا. المهم خديت عاوتاني طريقه اخرى الا بغيتو طريقه ديال التزيين وحده اخرى احسن، يعني هذه كتكون سريعه احسن من الاولى ديال المعلقه. هنا باش كنديروا دوك الدميعات اللي كيجيو في الجنب طايحين كنديروهم الاول، ومن بعد كنديروا الشوكولات في الوسط كما كتشوفوا معايا في الصوره. هنا ما عادش وقع الكاميرا والضبابات، المهم راه باينه. وكنبقاو مستمرين هكا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله، وكنقدموها بالصحه والراحه كما كتشوفوا معايا. كيجيو حلوين، وكنتمنى انكم تجربوهم. وبالصحه والراحه ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.